مرحبا بالجميع. حبيت انوه على شيء انه هاي قناة طبيعة الكوكب هي قناتي وانا اللي عم بديرها، والفيديوهات كلياتها من تصويري. يعني عم شوف كثير تعليقات انه عم يقولوا هاي الفيديوهات سرقة، هاي مو فيديوهاتك، ومو معقول انه انت تصور هيك فيديوهات وهيك شيء، وحدا بيحكي عربي يكون بين الثلوج او ما بعرف انه يكون بين الجليد وهيك شغلات. هاي هي قناتي والفيديوهات كلياتها موثقة من تصويري، ومثل ما عم بكتب بصندوق الوصف او بالتعليقات انه المحتوى كلياته فري، انه بدون حقوق نشر تقدروا تنشروه عندكم، ويعني بشرط انه تكتب بصندوق الوصف انه مشان تشكروني انه هذا هو اللي صور الفيديوهات. وفي عندي قناة أساسية اسمها إبراهيم الحسن، يعني بتقدروا تروحوا تشتركوا فيها، كمان موجودة بصندوق الوصف، وهكذا. هذا أنا والقناة موثقة، تمام؟ وأنا اللي عم صور، وهلا بدي صوركم شوي طبيعة مشان تشوفوا. أوكي هي اللي نبدأ. شايفين؟ هنيك جبال شبه جليدية، مش جبال جليدية انه كلياتها جليدية. هاي هون الثلج دايب وانا على بحيرة، مستوى البحر نازل، وهكذا. شوفوا نقاوة المي نازلة، المياه نقية. هنيك شكلت جزيرة، بس بعدين لما تدوب كل الثلوج تختفي جزيرة صغيرة. يعني هاي المنطقة اللي أنا عليها، اللي عم بمشي عليها، راح تختفي، تصير كلها تحت المي. وهلا الواحد شو بيحكي. المهم حاولت انه يكون هذا الفيديو قصير قدر المستطاع. انا ما رح انشر اي شيء على هالقناة، قصدي انه ما رح انشر حالي بهالقناة، ما رح اسوي فلوقات. هالقناة بس للريلاكسينج وللموسيقى وصوت الطبيعة. واذا بدكم تشوفوا الفيديوهات يعني لقطات تانية وانه ما يكون ممل، يعني في منهم بيقولوا ممل، يعني بيقولوا لي صور كتير لقطات انه لقطات مختلفة وخلي يكون فيديو قصير، طب قناتي الثانية الأساسية اللي اسمها إبراهيم حسن، وهكذا. هلا بدي استودعكم، أوكي؟ باي باي.